بغية تعزيز القطب المعرفي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تأتي ورشة العمل هذه لتعزيز قدرات الفاعلين غير الحكوميين والمدافعين عن حقوق المرأة. ويهدف القطب المعرفي إلى تدارس سبل معالجة القوانين التمييزية وتقويم الهياكل والمسارات المؤسساتية. هذه الورشة نحاول عن طريق هذا التفاعل، هذا الحوار المتعدد في كل التوجهات، نقلوا الفكرية والإيديولوجيا بالمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لنقلوا صياغة أو لبلورة مسارات لنقلوا للقطع إذا كان ممكنا قطع مع هذه ما تعيشه المرأة من التمييز. ويشارك في الورشة 40 مشاركا من آفاق مختلفة، بينهم فاعلون دينيون وأكاديميون وإعلاميون ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والهدف تدارس سبل معالجة القوانين التمييزية وتقويم الهياكل والمسارات المؤسساتية وتحليل العوامل الثقافية التي تمكن من تحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. هذا المرتكز المعرفي هدفه التعرف على التجارب الإقليمية في المنطقة العربية للدفاع عن حقوق المرأة، بما في ذلك احترام وإعلاء الخصوصيات الدينية والثقافية والحضارية، لأنه ليس هناك أي تناقض على الإطلاق ما بين هذه الخصوصيات وما بين حقوق المرأة. على العكس، إذا رأينا تاريخ الأديان كلها وتاريخ في المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص، ستجد أن المرأة كان لها دائما أدوار مهمة عبر التاريخ. ويسمح اللقاء بتعزيز القدرات وتقاسم الخبرات والمعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق المجتمعات المتعددة الثقافات والأديان. وسيتم اعتماد بعض المشاركين كزملاء باحثين في القطب المعرفي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.